تلك المكارم لا قعبان من لبن، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن. يا سلام، بيت جميل جدا في المدح، ذكره الخطيب شمس الدين الحلبي لما انتصر صلاح الدين على الصليبيين وفتح بيت المقدس. أخذ جزء من هذا البيت من قول أمية بن أبي الصلت يمدح سيفه ابن ذي يزن: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. سيفه ابن ذي يزن أحد ملوك العرب في اليمن، استطاع أن يسترد ملكه وملك آبائه وأجداده بمجموعة قليلة معه، فانتصر عليهم وكان رجلا شجاعا كريما. لما أتاه وجوه العرب ووجوه قريش أعطاهم هبات وأعطيات عظيمة جدا، فمدحه أمية بن الصلت بقوله: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبواله. لكن شمس الدين يقول شمس الدين الحلبي لصلاح الدين الأيوبي: هذا هو السيف الذي يستحق أن نفخر به وأن نشيد به، لا سيف ابن ذي يزن وإن كان شجاعا. أنت سيفك يا صلاح الدين سيف حق، انتصرت به للإسلام والمسلمين. أما سيف ابن ذي يزن فإنه كان في العصر الجاهلي وانتصر به لنفسه وليس للإسلام ولا للمسلمين. أنت سيفك يا صلاح الدين استعدت به ملك المسلمين في بيت المقدس. أما سيف ابن ذي يزن فإنه استعاد به ملكه وملك آبائه وأجداده. أنت يا صلاح الدين قاتلت بهذا السيف حمية لله ونصرة للدين. أما سيف ابن ذي يزن فإنه قاتل حمية له ولقومه. فأنت يا صلاح الدين سيفك مفخرة للإسلام والمسلمين، سيف حق. سيفك يا صلاح الدين سيف حق مفخرة للإسلام والمسلمين، لا كسيف ابن ذي يزن الذي كان في العصر الجاهلي. سيفك يا صلاح الدين قاتلت به لتكون كلمة الله هي العليا، لا سيف ابن ذي يزن الذي لم يكن كذلك. هذا هو السيف الذي يستحق الإشادة به: تلك المكارم لا قعبان من لبن، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوثن. يا سلام، شكرا لكم.